أما هلأ ليا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية، وننتقل للمحطة الطبية. رح نتطرق فيها لموضوع حكينا فيه سابقا عن البدانة والسمنة وطرق التشخيص والعلاج وما دور الجراحة التنظيرية والجديد فيها، من خلال أسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. نعم، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بحلقات سابقة ودائما بنحكي عن السمنة على السمنة على السمنة، ولكن اليوم عم نشوف كتير في حلول جذرية عم تكون، ولكن ببعض الأحيان عم تكون بشكل مؤقت لبعض الناس ما عم يلتزموا بالتعليمات وإلى آخره. اليوم العمل الجراحي قديش هو له تأثير كبير على يعني على التخلص من السمنة والالتزام به، قديش هو كمان بيحافظ على الجسم؟ هلا بس نحن نبلش أول شيء تعريف البدانة بشكل عام، السمنة كذا شلون. هلا نحن عندنا في شغلتين مقياسين صغار نشتغل فيهم. أول مقياس نحن الانسان طوله بشكل عام ناقص منه 100، فهذا تقريبا هو الوزن المثالي تبعته. انه في شيء اعقد شوي بيسموه مشاكلة الجسم، الوزن على مربع الطول بالمتر، عرفت كيف؟ طبعا فوق ال 35 اذا في امراض ثانيه معناتها عندنا نحن سمنه مرضيه او بدانه مرضيه، تحت بيكون صرنا نحكي سمنه خفيفه. هلا نحن في عندنا عده طرق لعلاج البدانه، بنبلش من الحميه، التمارين الرياضيه، عرفت كيف؟ ممكن الانسان شويه تغيير نمط الحياه تبعته منه يعني كثير انه يخفف من مشاكل البدانه وياخذ حلول جذريه. المشكله الاساسيه بالبدانه حاليا اللي صارت افه او صارت وباء، يعني نحن نمط الحياه اللي عم نعيشها، طبيعه الغذاء، الوجبات السريعه، قله الحركه، كلها هي عم تساعد انه نحن يكون التحيرات اللي عم تدخل على الجسم اقل من الوارد، عرفت شلون؟ فعم تتراكم، هي بتخزن بشكل شحوم باماكن بالجسم. تغيير نمط الحياه كثير بيفرق معنا. هلا نحن وقت بنكون سمنه مرضيه او في امراض ثانيه، فنحن عم نكون بقى شو اسمه بدنا حلول جذريه. هلا بدراسه بكليه الملكيه للجراحين البريطانيه من حوالي 20 سنه هي يعني بلشوا، لقوا انه معظم اتبعوا حميه غذائيه مع نمط تغيير نمط حياه مع تمارين كذا، حوالي 90% منهم استفادوا، لكن بعد سنتين رجعوا كسبوا وزن مره ثانيه ما استفادوا. فلذلك صار وقت انه نحن العلاج الجراحي هو الحل الامثل يعني او الادوم، تمام. وطبعا في عده طرق للجراحه وعده طرق للشغل. هلا الشيء اللي الجديد عم ينحكى فيه واللي كثير اخذ صدى والاف دي وافقت عليه فتره شتون، هي مماثلات الجي ال بي 1 الجي ال بي 2 شتون. هي عباره عن ابره شتون، في ابره بنعطى كل يوم مثل فيكتوزا، او ابره بنعطى كل اسبوع ابو مزاج، عرفت شلون؟ هي لو انه هلا اخذت موافقه مو بس علاج الداء السكري، لا انه كمان اخذت حتى موافقه لتخفيض الوزن، عم تخفض وزن حوالي 30% خلال سنتين. طيب دكتور، قبل ما نخوض اساسا يمكن اخر خيار بيتجه له المريض هو العمليات الجراحيه للتخلص من السمنه، لكن خلينا يمكن نوعي الناس شوي ببعض التفاصيل، لانه عم نشوف العشر سنوات الاخيره في نسبه تزايد كبيره ما كنا نشوفها سابقا، مثل ما قلت يمكن بسبب ستايل الحياه اختلف، التطور، التكنولوجيا، استسهال الامور ما كانت مثل قبل. في امراض اساسا بسبب السمنه، يعني بسبب السمنه في كثير من الامراض ممكن يصاب فيها الشخص، تاثر على صحته. عم نشوف يمكن شباب صغار للاسف عندهم امراض يمكن بسبب هي السمنه، فخلينا نحكي عن الامراض اللي ممكن تسببها السمنه الزائده. هلا السمنه الزائده بشكل عام اساسا تتافق دائما السمنه مع الداء السكري النمط الثاني او التاهل لداء السكري النمط الثاني. هلا في عندنا شيء بسموه متلازمة الاستقلابيه، بتصير اكثر شيء عند النساء، ممكن عند منك يكون عند منك مبيض متعدد كيسات، شعرانين اماكن غير مالوفه، عدم انتظام بالطموس، يعني الدواء بتكون غير منتظمه، هي كمان تافق كثير مع السمنه. ارتفاع الضغط الشرياني كثير بيرتبط بالسمنه، عرفت شلون؟ فلقوا كثير دراسات انت وقت عم تخفض الوزن حوالي 10% كثير داء السكري او التاهل عم يتراجع، خاصه النمط الثاني بتراجع بشكل ملحوظ. الضغط ممكن يتسيطر عليه شلون؟ بادويه بسيطه او ممكن بدون ادويه، عرفت كيف؟ مجرد انه احنا نقصنا وزن شوي. هلا هذا الحكي خلى مفهوم يطلع شيء جديد عند منا شلون؟ في شيء اسمه هلا حاليا مفهوم الجراحه الاستقلابيه. مثل ما مريض وزنه عادي ما انه، ولكن نحن بسبب الداء السكري نمط ثاني او الضغط او متلازم استقلابي عم نحكي عنه شلون؟
ممكن تعمله جراحه او يلجأ للجراحه عرفتوا لضبط الامراض هي اللي هي متعافه مثل لك بشكل اساسي مع السمنه عرفتوا كداء السكري نمط ثاني او ارتفاع الضغط الشرياني او البي سي او مريض متعدد الكيسات. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الفرق بين يعني العمليات التجميليه او الجراحه التجميليه وبين شد البطن، يعني شو الفرق؟ مو فرق، لان احنا عاده ولا لازم يكون في علاقه مرتبطه بين احنا احنا بصير عندي منك نحن انه في ناس كثير لساتها مفهوم انه انا والله عندي شويه وزن عم ظبط شويه وزن فانه خلاص تحسنت الامور تبعتي بشلون. في ناس دكتور بشد لي بطني او شفط لي شويه شحم بشلون. الجراحه التجميليه باب والجراحه الاستقلابيه او جراحه البدانه باب ثاني بشلون. يعني احنا كثير احيانا ما بنضل نعمل عمليات بدانه مثلا بعد صناعه التاهلات كذا ممكن يضطر يعمل له شد بطن او شفط او كذا بشلون. لكن عمليات شد البطن او شفط الشحوم هي مو عمليات لا للبدانه ولا كذا، هي بما انه انت عم تصلحي ديفويات معينه بشلون، عيوب معينه عم تظبطيها بشلون، او اساسا يعني بعمليات الشد والشفط مسموح لك انه اكثر من 7 من كيلات ما فيك تشدي او تشفطي عفشتون تمام. فهي ما عمليه بدانه عفشتون. الخلايا الشحميه بالجسم لها خاصيه معينه، الخليه الشحميه فيها تخزن شحوم قد 50 ضعف حجمها، فانت وقت بتعملي شد او شفط عم تروحي قسم من الخلايا الشحميه، لكن الخلايا المتبقيه ممكن ترجع تخزن الشحوم وكذا عفشتون، تخليه واحده 50 ضعف حجمها. فما هي مو حل لعمليات، مو حل للبدانه، مو حل لعمليات للمشاكل الاستقلابيه، هي مثلك عمليات لانه تحسن شكل مظهر معين او انه بعد عمليات بدانه او بعد نقص وزن شديد شلون اذا في تاهلات او في عيوب معينه تظبطها. فهي كثير بتفرق شلون. الناس للاسف لسه بتخلط انه بتفكر انه والله معي كم كيلو بشفط مش الحال. يمكن هي فينا نقول دور العمليات الجراحيه العلاجيه، يعني بشوف ناس بتتجه للعمل الجراحي للتخلص من البدانه الزائده مثل قص المعده، ربط المعده، كثير خيارات. خلينا نحكي ربط هلا ربط المعده عمليه صارت من منسيات، يعني صارت من كذا كثير اخذت صيحه وصدمه من 20 سنه، هلا حاليا صارت من يعني كثير خيار كثير 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 يعني ما حدا بيحطه بالوحده بيشتبه. العمليه عم تصير 70% من العمليات البدانه اللي بتصير بالعالم حاليا هي عمليه قص المعده. هلا عمليه قص المعده عمليه بالتنظير كثير سهله، طبعا بدها خبره بس يعني انه يعني مالوفه عرفت علي شلون، نتائجها سريعه. بتبقى قديش استئصال للمعده تقريبا؟ هلا عاده بين 75 ل 85% من حجم المعده الاساسي. بس نحن الفكره بالعمليات قص المعده انه مو بس نقصنا حجم المعده، انت في قسم اللي عم ينشال بيفرز هرمون اسمه الجابلين، هذا الهرمون هو مسؤول عن الشهيه. بنفس الوقت هذا الهرمون بيتدخل بعمل الانسولين بيخلي ما يشتغل مزبوط، عرفت كيف؟ فنحن وقت عم نعمل قص معده فنحن عم نقص الحجم الوارد، عم نخفف هالهرمون هذا، فبصير الحرق انه بياثر على الانسولين بيوقف شغله، فبصير حرق الانسولين اكثر، الانسولين بيحرق سكر، بعد فتره خلص انه السكر حيسحب يسحب شحوم ثلاثيه، الشحوم رح تسحب مخزون من الكوليسترول، فهيك عم يصير الترتيب تبعته. فهي عمليه مو عمليه بس على حجم، شو بقول لك واحد انه انا ابصوم هي بتفرق عن البالون المعده شلون الناس تصير كيف في ناس بترجع تنصح مع انه حجم المعده تقلص ومع انه ممكن هلا نحن العمليه اي عمليه بتساويها طبعا العمليه لازم تتناقش بشكل جيد مع الجراح والمريض يعرف شو مقبل وشو بده يصير. العمليه دفعه كثير قويه للامام للمريض، يعني كثير حياخذ فيها فائده وكذا شلون، لكن انت نمط الحياه اذا ما تغير الستايل هذا ما غيره يعني شو ما كان عامل حيرجع شو اسمه. نحن الاساس مشكله البدن الاساس فيها شلون، في قسم بسيط جدا هو وراثي ولكن القسم الاساسي هو شلون عدم التوازن بين الوارد والحرق. صحيح. فانت اذا يعني حتى لو عامل قسم معده حتى لو عم ياخذ ممكن مثلا عفوا يروح لعند احد محلات العصير ياخذ هي شو بسموه امبراطور وكذا شلون، فيها حريرات قد صحن لقده. فانت نوع التغذيه اللي بتفرق معه طبعا. هلا نحن هون مشكلته انه الجراح عم يتابع المريض بكل مراحله وتغذيته واستقلال برا، لا بصير في كونسلت معين عليه تمام، فبتتابع طبيب معالجه نفسيه، معالجه سلوكيه، طبيب تغذيه، طيب كذا. هذا الحكي هون الجراح كله عم يسويه شلون، بس هو يفترض انه يتابع مع طبيب تغذيه يحسب له تمام شو يشتغل وشو ياكل كذا. في ناس مستسهله انه بعمل عمليه انا بنحف العمليه اللي عملتها اوكي، بس بدك في متابعه بعد، فالمتابعه الاساس هي المتابعه هي الاساس انه تاخذ نتيجه صح
بتحافظ عليها، عرفت علي كيف؟ والمشكله انه بتاعتك الناس مستسهله، يعني انه انا بسوي عمليه وهي عمليه، يعني هي حل، ولكن بيقولوا اخر الطب الكي، يعني هي اخر شيء ممكن تساوي، بس نفس الوقت بدك تدفي شغاده تلتزم فيها حتى تاخذ نتيجه صح ان شاء الله، حتى اي تاخذ مضمون كمان بعدين. دكتور خليني ارجع شوي على شد البطن. هلا كثير دارجه انه نحن السيدات بيعملوا عمليه قيصريه بيشدوا البطن، بعد سنه ممكن ترجع تحبال، هون قديش خطوره الجلد عم يصير، وشو هي التنبيهات الاساسيه عند شد البطن يلي نحن بنلبها للسيدات؟ هلا هي اثناء القيصريه شد بطن، هذا مو شد بطن، هي عباره عن بيعملوا شريحه جلديه. شد البطن بشكل عام يعني هو عمليه معينه بتنشد العضلات، بتاخذ جلد الزايد كذا شلون، بقلب القيصريه اللي بتصير هي عباره انه نحن بيكون بطن متمدد شوي جلد كذا شلون، فعم ياخذوا شريحه شلون يقصوها. هلا هي يعني لا تعتبر شد، ما تعتبر جراحه نشد، ولا تعتبر يعني هي يعني بتحسن انه بشكل معين، ولكن انه احنا عاده ما بننصح انه يصير عمليات تجميليه مع القيصريه، القيصريه عمليه ناسفه وعمليه غاضه، عرفت شلون؟ فما بننصح يصير شغلات ثانيه ما بعرف شلون، اذا خلصت انه حمل واقتنعوا انه خلاص مثلا والدين ثلاثه الله رزقهم خلص، بتساوي عمليه بشكل منفصل، اما هي عمليه قيصريه نازفه ومؤلمه تيجي تعني مع شد افشتون ما كثير بيزبطوا مع بعض شلون. والشيء اللي عم يصير عملك معظم الطبيبات النسائيه وكذا شلون، طبعا ما بدي اهاجم حدا، بس انه هي مش ياخذوا شريحه جلديه، هذا مو شد يعني هي. طب بعد الشد هل مسموح انه الوحده ترجع تحمل؟ هلا 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 نحن عاده في شيء اسمه شد جزئي، في شيء اسمه شد كامل. شد كامل بشد عضلات البطن من فوق لتحت، تمام، عاده هي انه خلاص واحد خلص، واحد يخلص ما بدا حمل يعني شلون، لكن بعد فتره سنتين ونص الشيء اللي صار شلون تليف كذا شلون صار قطع من الجسم، فممكن تحمل. بس هي عاده الشد بتساوي لوحده انه خلص يعني ما انه خلصت حمل، حملت 4 أولاد 5 أولاد خلص يعني، يعني اكتفيت ان شاء الله تعالى. بدأت لك بعد فتره ما في شيء دائم يعني، في ناس تغير رايهم كذا شلون، ممكن بعد سنتين يصير حمل تمام، بس بده متابعه معينه شلون لحتى انه توصل لاحسن نتيجه. مشكلتنا احنا هون بالحمل انه مجرد ما واحده حملت خاصه اول ولد، عادي حبيبتي لا تتحرك منه وكذا، فضلت قاعده بابنتها لحتى كذا شلون. عاده مسمح لها بالوزن كوزن انه اثناء الحمل تزيد 10-12 كيلو شلون، متى اذا تطلع 40-50 كيلو بس، لانه هي قاعده خلاص من اول يوم ما بقى بتلاقي بتروح بتشتغل، ممكن تعمل سباق ماراثون وضاحيه وكذا شلون، وفي تمارين معينه انه شلون عشان عايزهم انه يشد جلد بطنهم وعضلات بطنهم مشدوده، وبنفس الوقت تساعدهم على الولاده اثناء الولاده شلون كذا. هون لا، مجرد ما انه حبلت خلص ثاني كذا، بدنا نغير شوي بنمط حياتنا. صحيح. نمط تفكيرنا شلون، ومتابعه يعني هي مو غلط مثلا انه غير طبيب نسائي عم تتابع او طبيب نسائي شلون، انه تحكي مع مثلا اذا عندها مثلا مشاكل او كذا دفوت تحكي مع جراح تناقشوا امثال انه انا ممكن اثناء القيصريه يصير شد ولا لا بعد القيصريه كذا، استشارات معني كل حاله بتخطط لها بحالتها يعني، ما في انه والله كله ستايل للكل سوا. طيب دكتور ايمت نتوجه كاجراء يمكن فينا نقول علاجي للعمليه الجراحيه، لا فينا نقول قص المعده، يعني ايمت لما يكون كل الخيارات مفزت عن الخيارات بشكل عام نحن انه مريض بده يكون عنده منك يا متوازن يعني فوق 18 سنة آخر قاف صح، عندك تجربة فاشلة بالحميات والتمارين كذا فوق السنتين فاشلة، عرفت شلون تمام حديث؟ بنقول في عنا دهون عنيدة، هلا ما دهون، لا عم نحكي نحن انه انه نعمل خيار عمل جراحي، عرفت شلون؟ مريض واعي هو بياخذ قرار، مو اهله بياخذوا قرار عنه، بنفس الوقت عنده جرب اكثر من احتمال، جرب اكثر من حل خلال سنتين كله فشل، فنحن صار مرشح للعمل الجراحي. هلا العمل الجراحي نحن عندنا قلت لك ابسطها هو مثلا البالون 10 كيليات طبعا، بس هو شوية حجم اللي بعد منها كانت الحلقة اللي تدك الجلدات كمان ما شوية حجم هلا شيء نار وتحويل مسار، في شيء هلا اجي طالع بيناتهم منهم هو تحويل مسار مصغر، شغلة هي بين قص المادة وبين انه تحويل المسار. حاليا هي بامريكا الجنوبية كثير عم يشتغلوا عليها، وبظن المستقبل حتاخذ الصحه الاساسيه. هلا الشيء الجديد قلت لك عليه هو المشابهات الابر، الادويه المشابهات الجي ال بي 1 والجي ال بي 6، هذول اخذين صيحه كثير قويه، بظن يمكن يعني بعد 4-5 سنين قد يكون انه ما نقعد هالقعده مثلا ما نقعد نحكي جراحه بدانه، حنحكي ادويه البدانه عرفت شلون، وحتصير يمكن تصير بقى مرض مثل بقيه الامراض عرفت شلون، وتصفى الجراحات لشغلات كثير معقده او انه يعني مريض استنفذ كل الفرص تبعيته منه شلون، فعم تحكي عن الجراحه. هلا حاليا لا، الجراحه هي الدور الاساسي،
بس بظن شوي شوي الأدوية حتاخذ مجال اكبر شوي. نعم ان شاء الله اكيد نحن بنتمنى الصحه والعافيه لكل المرضى. دكتور شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد نتشكرك دكتور احمد نسيب الاسيوسي استشاري جراحه عامه وصدريه وتنظيريه على وجودك معنا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.